في الهيئة الوطنية للصحافة في راديو الأهرام. يمكن بداية راديو الأهرام كان يمكن دعم الهيئة الوطنية للصحافة. أنا فخور جدا باللي بيعمله راديو الأهرام، ومن خلال راديو الأهرام بنهنئ جميع العاملين للمؤسسات الصحفية، بنقول لهم كل سنة وهم طيبين من قدوم شهر رمضان المبارك، وربنا يوفقكم دايما كده. يعني انا متابع جيد لراديو الاهرام، ويمكن النهارده برضه مناسبه جميله بان يعني بيبداوا في قناه التلفزيون، قناه الاهرام على اليوتيوب، ودي برضه حاجه خطوه كويسه جدا. يعني املي ما بعد ذلك وان شاء الله باذن الله عم بايديكم انتم، عايزين ان احنا يبقى الراديو والتلفزيون ان شاء الله، وقناه التلفزيون يبقى على ان شاء الله على الساتلايت ان شاء الله في الفترات القادمه. ويعني بنقول لكم جهد مشكور، وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله والى الامام، واحنا داعمين لكل عمل جيد، وانتم من الاعمال الجيده واحنا داعمين ليكم، وربنا يوفقكم ان شاء الله.